إعفاء جزء من ديون السودان للبنك الدولي فتح الباب واسعاً للحصول على منح بمبالغ كبيرة، وهو ما أكد عملياً عودة السودان لمجتمع المانحين بعد إقصائه لنحو 3 عقود. بيانات وتغريدات متتالية لمسؤولين سودانيين وأمريكيين ترحب بهذه الخطوة التي سمحت بالحصول على قرض تجسيري أمريكي بقيمة أكثر من 1 مليار دولار. دفع المتأخرات ده بيخلينا يكون في مشاركة كاملة مع مجموعة البنك الدولي. مجموعة البنك الدولي مكونة من عدة مؤسسات. المؤسسة الأولى بتدينا تمويل للمشاريع التنموية وهي المؤسسة الدولية للتنمية أيدا. عندنا تمويل للقطاع الخاص بيجينا من خلال مؤسسة التمويل الدولية وهي الIFC. فائدة اقتصادية متوقعة في إقامة مشاريع تنموية، لكن أيضاً هناك فوائد سياسية وانفتاح أكبر مع دول ومؤسسات كبرى. سياسياً الحكومة استفادت من هذا التطور. أمريكا الآن هي واقفة مع السودان، يعني كثير من القرارات ضد السودان يعني يمكن أن أمريكا أن تقف مع السودان وتساهم مساهمة كبيرة في استقرار السودان. بدأت الحكومة السودانية إجراءات إصلاحية قاسية، لكنها ليست كافية، إذ قدمت المؤسسات المالية الدولية وصفة لها تداعيات اقتصادية على المواطن. تحسين الاقتصاد تحدي كبير يواجه الحكومة والشعب السوداني، ولذلك تبنت الحكومة هذه الإصلاحات القاسية والجراحات المؤلمة الضرورية لإطلاق الطاقات المادية والبشرية لهذا البلد العملاق. يمثل هذا القرض أملاً في طريق وعر يساهم في الحد من الفقر وتحقيق انتعاش اقتصادي لواقع ظل متعثراً لعدة عقود. لين يعقوب، الحدث، الخرطوم.